شفت هذا الفيديو اللي عرضته قبل دقائق؟ والله استاذ نجم فاجأتنا بمفاجأة اليوم. انا متأكد بالنسبة لي ومتأكد لكافة الكوادر، كل التعب اللي تعبناه والسهر ليل ونهار، هذا الفيديو يعني ما اعرف اعبر عن يعني فرحتنا، وحسينا انه هذا التقدير للطبيب العراقي والكوادر الصحية العراقية ولكافة العاملين في المؤسسات الصحية وفي وزارة الصحة. بصراحة يوميا نشاهد الكثير من الفيديوهات واللقطات لما يعمل في بقية الدول، في إيطاليا، في أوروبا، هناك المئات من المتوفين، ومع ذلك ويعرفون أنه المرض خطير، الجميع يصفق والجميع يهتف والجميع يحيي الكوادر الطبية. واليوم هذا الفيديو يعني من قواتنا الأمنية المحترمة في الديوانية، بصراحة إلى تأثير وكبير كبير جدا على معنويات وعلى إمكانيات كوادرنا الطبية، وراح ينطيها دعم وطاقة إضافية لبذل المزيد المزيد.